يعني عبد الكريم الخطابي ده ما تاخدوش كده على انه عبد الكريم الخطابي او راجل ناضر او راجل كافح، ده اسطوره. بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1907 تقاسمت إسبانيا وفرنسا النفوذ في المغرب اللي كان كيعاني من ضعف وانقسام وصراع داخلي، وترتب على هذا التقسيم أن أصبح القسم الشمالي من المغرب خاضع للسيطرة الإسبانية. هذا ما قصدته عندما كتبت التاريخ المحاصر أو المحاصر، كل واحد يقرأه كيفما أراد، فهو محاصر من قبل أولئك الذين كانوا يخافون منه، ومحاصر لأنه حاصرهم إلى درجة أنهم كانوا يخشون منه وهو ميت. زاد محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1881 في أجدير بمنطقة الريف. كبر ونشأ في عائلة محافظة وتعلم القرآن وأصول الدين على يد الوالد ديالو اللي كان متزعم قبيلة بني ورايل. وقع المغرب مع فرنسا معاهدة الحماية عام 1912، معنى آخر وثيقة استعمارية، وكان فيها مجموعة من الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية، وكانت كتعتبرها فرنسا أنها نافعة للمغرب، وهذا ماشي المورال ديالها، بحيث تعطى لها الحق باش تنشر القوة العسكرية على التراب المغربي. عائلة الخطابي بدات كتشوف بلا المغرب بدا كيتستسلم. عبد الكريم الأب كان معين في منتصف القرن 19 من طرف المولى الحسن ككبير القضاة وقائد محلي كبير. عبد الكريم فكر مزيان وقرر باش يهيئ أولاده للقيادة، وصيفط ولده محمد لجامعة القرويين، ثم ذهب إلى القرويين واكتشف أن العلم الذي يقدم في القرويين قد يصلح لعصور للحيطات ولا يمكن أن يصلح لمغرب يريد أن يتحرك الأمام. مشى محمد باش يقرا اللغة العربية وتاريخك في الأكاديمية الموجودة بمليليا، وكان صحافي في جريدة تيليغرام ديال الريف، وكان عنده بزاف ديال الصداقات مع عسكريين وسياسيين إسبان. العائلة الخطابية كانت معتقدة باللي الإسبان غادي يقادوا الوضع ديالهم لا اقتصاديا ولا اجتماعيا. ما أثر فيه أكثر هو الحرب العالمية الأولى التي رأى فيها المناورات، واتهم من قبل الإسبان بأنه يتعامل مع الألمان، واكتشفوا بأن محمد عنده ميول للتصرف بمفرده وحساباته الخاصة، وفضلت إسبانيا الأسر والسجن ديالو سنة 1915. محمد خرج من السجن ومن ثم ولا كيوجد باش ينتقم من إسبانيا. عبد الكريم عرف أن إسبانيا ما باغاش الخير للمغرب، وبحكم أنه كان عايش معاهم وكان عارف النوايا ديالهم وطموحاتهم الاستعمارية باش يعوضوا الخسارات اللي صابتهم في كوبا والفلبين. استطاع أن يؤلف ما بين القبائل وتنسى هذه القبائل الأحقاد القديمة التي كانت تنطوي عليها. من عبد الكريم ارتفع بمستوى الفكر السياسي في المغرب من مستوى القبيلة إلى مستوى الوطن. كانت معركة أنوال كارثة كبيرة بالنسبة للإسبان، فقدوا فيها الجنرال والجيش بأكمله. إلا قلت لك 3000 واحد بأسلحة بدائية غادي يطيحوا بجيش على قدو تقريبا 22000 واحد بأسلحة متطورة في ذاك الوقت، وهنا كتبان العبقرية ديال عبد الكريم الخطابي. كان الجنرال سيلفستر مغرور بقوة الجيش الإسباني، وكيعتقد باللي ريافة غيخسروا في أول مواجهة، وكيقول لصحابه بعد يومين غادي يشربوا أتاي في دار عبد الكريم الخطابي، وغيولي الريف تحت السيطرة الإسبانية. الجيش بكامله 22000
الناس ما كيمشيو في رمسة عين. المجاهدين كاينو كل واحد بالسلاح ديالو اللي عنده عشرات تقرات كيقتل بها عشرة، اللي عنده 20 كيقتل 20. قلت له ماشي بحال في اسبانيول. عبد الكريم ما كانش كينسحب بعد الانتصار على الاسبان، فكان كيحتل المناطق اللي كانت محتلاهم اسبانيا بخدعة حرب العصابات اللي كيطبق فيها عبد الكريم عنصر المفاجأة في القتال. وبسبب عدم تكافؤ الفرص، الفرق ديال عبد الكريم كانت تخوض مجموعة من المعارك الصغرى اللي كان تأثير ديالها كبير وقوي على الاسبان، بحيث كانوا كيوضعوا مجموعة من الكمائن اللي كتحميهم زيادة على جبال الريف اللي كانوا كيشكلوا صعوبة على الاسبان في التحرك بحرية. وتوالت سلسلة الانتصارات من بعد معركة أنوال، معركة جبل العروي، ومعركة الناظور، ثم حصار مليليا. أن عبد الكريم خرج عن السلطة لأن السلطة لم تكن موجودة. كان لابد أن يطلق اسما على هذا الكيان الحكومي الذي أنشأه، فسماه جمهورية الريف. أسس عبد الكريم الخطابي المحاكم والمحكمة العليا، وأسس الجمعية الوطنية والحكومة من أجل التفاوض، وأصدر مجموعة من القرارات، ووضع مخطط للتعليم، وقرار ربط الريف بشبكة الهاتف، وربط ما بين قرى الريف بشبكة طرقية. جمع الناس وقال لهم هذه الحفرة، ويعني الريف، هي آخر بقعة لم يطأها النصارى، لأن في ذلك الوقت نفهم سنة 21 العالم الإسلامي كله تحت حذاء الاستعمار الغربي إلا الريف. إسبانيا ما قدراتش على عبد الكريم الخطابي، وبدا الكيان ديالو كيكبر، فطلبات إسبانيا الدعم من فرنسا وبريطانيا، حيت كلهم عندهم مصالح وكلهم بغاو يتهناو من هاد الأسطورة باش ما يبقاش مبرزتهم. واخا داروا هادشي كامل ما قداو والو، حتى جا النهار اللي بداو كيقصفوا الريف بالكيماوي اللي كان ممنوع في الحروب، وبدا كيصيفط عبد الكريم الخطابي للقوى العظمى رسائل، ولكن ما قداو والو. عبد الكريم كان ذكي وما بغاش الشعب ديالو يموت، واستسلم بالطريقة ديالو، حيت دخل كيحارب فوق الخيل ديالو، ودخل وسط الجيش الفرنسي وتعتقل كأسير حرب. والقانون الدولي كيمنع قتل أسرى الحروب، وهنا كيبان الدهاء والفتنة ديال عبد الكريم. وكيطلقوا له شي دخان، ملي كيشوف الأرض كيطلقوا شي نسمة يمشي للعينين، كيبقاو ما يشوفوش